audio jungle. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيبي في الله في هذه الحلقة الجديدة على منتدى الإسكندر للمعلوميات وقناة الإسكندر للمعلوميات. اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة سأتطرق معكم إلى تطبيق أو بالأحرى إضافة على متصفح جوجل كروم تساعدكم على دعوة أصدقائكم، دعوة جميع أصدقائكم للإعجاب بصفحتكم على الفيسبوك. سأعطيكم المثال على صفحتي. أولا قم بالذهاب إلى هذا الرابط https://go.mgl وتجدون هذا الرابط في التدوينة، ثم تظهر لك هذه النافذة. قم به هنا على add to Chrome هكذا، انتظر قليلا. PlayStation لقد تم إضافة بنجاح كما ترى إضافة هنا. الآن أقوم بعمل refresh للصفحة. أقوم بالدخول إلى مكان الدعوات. هنا دعوة أصدقاء تزيد الإعجاب بهذه الصفحة، قم بالنقر عليها ثم تقوم بالنزول إلى الأسفل. الآخر سيقف في هذه الشاشة هكذا. يعني حتى يظهر جميع الأصدقاء في هذه الصفحة كما ترى في هذه جميع الأصدقاء الذي على فيسبوك. ثم قم بالنقر على هذه الأيقونة، انتظر قليلا حتى يتم تغيير اللون هنا الأصفر ويتم دعوة جميع الأصدقاء. كلاوس ثم إغلاق، وبهذه الطريقة تكون قد قمت بدعوة جميع أصدقائك من أجل الإعجاب بصفحتك على الفيسبوك. إلى هنا وصلنا إلى هذه الحلقة حبيبي في الله. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم، وإذا أعجبتكم لا تنسوا النقر على زر لايك للصفحة وسبسكرايب الاشتراك في القناة. إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناتك.